السلام عليكم. خدمة جميلة جدا من جوجل وخدمة مجانية لوكال ستوديو دوت جوجل. كل اللي عليك ان انت تختار طريقة العرض بتاعتك او الشكل التقرير اللي انت عايزه، تمام؟ يعني على سبيل المثال مثلا انا اخترت اليوتيوب شانل روبرت، فبيجيب لي تقرير بالشكل دوت مثلا، ده خاص مثلا بالاعلانات. طيب خلينا نشوف اليوتيوب اهوت، ومن هنا تبدأ تختار القناة اللي انت عايزها، فهو اوتوماتيك بيقول لك مثلا المشاهدات، الاشتراكات، متوسط وقت المشاهدة، الساعة كام احسن وقت تنشر فيه، اللايكات، الديسلايك بالشكل دوت، السبسكرايب، اني دول اكتر دول في الشركة، مصر وبعد كده السعودية. ده مثلا تقرير عن اليوتيوب. هتلاقي حاجات خاصة بانت ممكن عندك بيانات الشركة بتاعتك او اي بيانات، تقدر انت تعمل اللينك ويقدر ان هو يحلل لك البيانات بحيث ان انت تستنتج ايه المشاكل الموجودة فيه. يعني ممكن مثلا السيرش مثلا، او ممكن تختار مثلا توتوريال روبوت، فبيبدأ يشرح فكرة الروبوت، وهنا تقدر تعمل الايديت ازاي، تقدر ان انت تعمل تشارت تعدل فيه التقارير ازاي، شكل التقرير. طيب ممكن نقول احنا عايزين حاجة فاضية خالص واحنا نبدأ نعملها، تقدر تقول له بقى انا عايز اضيف بيانات معينة. قبل ما يبدأ يحلل بيحتاج ان هو ياخد البيانات، فممكن تديله مثلا جوجل اناليتيك، زيارات المواقع، الاعلانات، جوجل شيت، عندك ملف اكسل عايز تتعامل معاه، اب شيت، ممكن ترفع ملف، ممكن لو عندك ماي اس كيو ال في سيرفي موجود، يعني ممكن تعمل سيرفي بجوجل وبعد كده تدوله هو يبدا يحلل مثلا اغلب الزيارات منين، يحلل لك مثلا الداتا اللي موجوده، في حاجات بارتنر هي ممكن انستجرام، في مواقع كتيرة. طيب خلينا مثلا نقول له جوجل شيت، بيقول لي اديني تصريح ان انا ادخل، فهو بيبدأ بيجيب لي التقارير اللي موجودة، تمام، وتختار بقى اللي انت عايزه وتقول له ايه، فهو كده عنده البيانات، ناقص بقى ان هو يعرضها لنا بشكل حلو يعني. فاقول له اد تو روبوت، فاجاب لي البيانات بالشكل دوت. ممكن اقول له مثلا انا عايز مثلا تقييم التنظيم مثلا اهو، واروح سحبه هنا، تمام، بيبدا يظهر معايا بالشكل دوت، تمام. دي كده بقت تظهر معايا البيانات. ممكن اقول له انا عايز اضيف تشارت، بيقول لي انهي شكل من الاشكال، فتبدا تحط الشكل اللي انت عايزه، يظهر معايا بالشكل دوت. عندي انواع كتيره من الشارت، تقدر تحط الشكل اللي انت عايزه وهو اوتوماتيك هياخد البيانات دي ويبدا ان هو يتعامل معاها. تقدر تضيف صفحه مستقله، تقدر تضيف بيانات من مكان اخر، تقدر تضيف اشكال معينه زي ما انت عايز وصور وهكذا، فتقدر تعمل التقرير اللي انت عايزه وبعد كده تقدر ان انت تعمل له شير. زي ما انت شايف هنا الداتا تقدر تسحب وتحط زي ما انت عايز.